مرحبا في قناتي هبلشز. اليوم رح نعمل عش البلبل، بس رح نعمله بطريقة سهلة وسريعة. رح أعمله بعجينة البوف باستري الجاهزة. في البداية بذكركم تعملوا سبسكرايب للقناة، ويلا نبدأ وصفتنا اللذيذة والسهلة مع بعض. المقادير اللي بحتاجها: نص كيلو من اللحم المفرومة ناعم، ورح أحتاج لبصلة مفرومة، وربع كوب من دبس الرمان، ومعلقتين كبار لبن أو روب أو زبادي حسب ما بتسموه، معلقة كبيرة طحينة، ورح أحتاج لعجينة البوف باستري الجاهزة. رح أحتاج ملح وفلفل أسود ورشة بهار ومعلقة صغيرة من السمنة. رح أحضر الحشوة. خليط اللحمة، رح أحط اللحمة والبصل ودبس الرمان والطحينة واللبن والملح والفلفل الأسود ورشة من البهار أو ربع معلقة صغيرة. رح أحط كل المقادير مع بعض وأخلطهم سوا. رح أخلطها في الإيد لأنه كتير أسهل، وهيك اللحمة بتتشرب عندي من كل المقادير. الحشوة صارت عندي جاهزة، رح أحطها بمصفاية لحتى أي سوائل زيادة تطلع منها. هلأ عندي عجينة البوف باستري، رح أرش شوية طحين لحتى ما تلزق عندي. حطيت 5 قطع فوق بعض ورح أفردهم. طبعا إذا لقيتوا البلوك اللي بتكون عجينة كاملة بيكون أفضل، إذا كان ما لقيتوا يعني عندكم هاي الشرائح حطوا 5 قطع فوق بعض وأفردوها بشكل مستطيل مثل ما أنتوا شايفين. رح أتخلص من الطحين الزايد، وهلأ رح ألفها على شكل رول. بلفها وبضغط بشكل خفيف مثل ما انتو شايفين، طبعا بتنلف معي بكل سهولة. بلف وبضغط بشكل خفيف. لما بوصل للطرف رح ادهن شوية مي، المي رح تخلي العجينة تلزق عندي مع بعض سوا، وكمان رح أأكد عليها وأثبتها بهذا الشكل، وهيك صارت عندي رول جاهز ومتماسك. هلأ الأطراف رح أدخلهم مثل ما انتو شايفين لحتى تكون عندي الأطراف مرتبة وما يكون في عندي أي زوائد. وهلأ رح أقطع عندي الرول. رح أقطع أول شي من النص، حصلت على قطعتين، بعدين رح أرجع كمان مرة أقطعهم من النص، هيك صار عندي 4 قطع، وبرجع كمان بقطعهم كمان مرة لأحصل على 8 قطع متساوية. بحاول طبعا قد ما بقدر يكونوا 8 قطع متساويين. وهلأ صار عندي هذا الشكل. رح أمسك كل قطعة، رح أحط شوية سمنة، معلقة صغيرة سمنة بس بحتاج للفرد، رح أضغط عليها شوي، وهلأ أشوف عملية الفرد كيف عندي رح تصير. رح أضغط على العجينة من الوسط وما بضغط على الأطراف نهائيا، بحاول أضغط وأوسع في العجينة مثل ما أنتوا شايفين من الوسط، وبخلي الطرف عندي بارز لحتى يصير شكلها فعلا مثل عش البلبل أو عش الطائر. شايفين كيف الأطراف عندي ظاهرة؟ هي عندي كمان حبة. طبعا هلأ بحطها بالصينية. الصينية عندي مغلفة بورق الخبز، وعندي الحشوة طبعا مثل ما حكيت لكم حطيتها مصفاية لحتى أي سوائل زيادة تنزل عندي. باخذ كمية من الحشوة وبحطها بحيث انها تكون في الداخل. شايفين كيف الاطراف بتمسكها كأنه صحن، وهيك رح اوزع الحشوة على كل الحبات. وهلأ صارت عندي جاهزة لحتى ادخلها الفرن. رح ادخلها الفرن حامي وجاهز من قبل ب10 دقايق على درجة حرارة 190 لحتى اتأكد انها تحمرت من تحت واستوت اللحمة. رح ارفعها شوي على التحمير، تاخذ تحمير خفيف. أخذت معي حوالي 20 دقيقة. طبعا هيك صارت عندي جاهزة، شكلها كتير بشهي، طعمها كتير طيب. دبس الرمان معطي حموضة للحشوة. قدموها مع شرحات ليمون. رح فرجيكم هلأ كيف قديش انها كرانشي. اسمعوا معي صوت العجينة. بتمنى تكون الوصفة عجبتكم. بذكركم تعملوا سبسكرايب لمزيد من الوصفات، وان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالفيديو واستفدتوا منه.